Wake up to reality. لكن انت مامتك اصلا مصريه مصريه واسمها فاطمه بابايا محمد دوم فاطمه خايف ان انا اقول انا مصريه سعوديه ملويه جايه من الصعيد اسمك الحقيقي نجاه حسن طيب بلدك بلدي القاهره انا مصريه الجنسيه بيور بيور مصريه ما فيش اي جنسيه ثانيه انا مولوده في السيده زينب في القاهره جدي من محافظه الغربيه في جده اسمي فاطمه الزهراء فني دور الطريق الساعة لغاية مصنع الفيوم اللي هي بلدي قاعدين على المكان أنا مش خواجاية أنا مصرية ومنصورية من المنصورة المنصورية ملونين أي قرية أو أي محافظة كانت صباحي هو في بلدية مصطاي مركز أوسنا فالمنفية عموما يعني شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني اتولدت في مصر القاهرة في الزمالك الأم عواطف محمود هاشم أبويا وأمي وجدي وجدتي مولودين في مصر من ناحيتين أمي من طنطا وأبويا من اسكندرية عمري ما غيرت الجواز بتاعي في حياتي ما خدش جنسية تانية خالص مصري يعني عمري شروط مصطفى بنت عادية من أسرة مصرية من الأسر المصرية بالقوي حبيب مصري 100% أباً وأماً أباً وجداً وجد جداً وجد أي... جداً خالص وأباً وأماً أيضاً يعني والدتي مصرية بيور يعني